السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا فيكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي اسأل الطبيب مساكم الله بالخير أعزائنا المشاهدين في هذه الساعة الكاملة اللي بنستعرض فيها موضوع جديد وهو مشاكل المعدة والقولون فاصل ونواصل مشاهدينا مع فقره الجديد في الطب واخطاء شائعه في تخزين الاطعام، يقوم الكثيرون بتخزين المواد الغذائيه بشكل تلقائي في البراد او خزانه المطبخ دونما محاوله معرفه ما اذا كان الاختيار يمكن ان يؤدي الى سرعه تلف بعض المنتجات. ويوضح الخبراء بان هناك اخطاء شائعه في طريقه تخزين العديد من المواد الغذائيه الاساسيه مثل اللحوم والدقيق والمايونيز وبعض الخضار وهي كما يلي. الأفوكادو ينصح الخبراء بعدم تخزين الأفوكادو الطازج في البراد لأنه سيبقى أكثر صلابة لفترة أطول مع إبطاء عملية النضج ويمكن ترك ثمار الأفوكادو في درجة حرارة الغرفة العادية حتى تنضج تماما وبعدها يمكن نقلها إلى البراد وفقاً لما نشرته ديلي ميل البريطانية أما بالنسبة للحوم النيئة من المعروف على نطاق واسع أنه يجب حفظ اللحوم النيئة في البراد لكن بحسب ما ذكره بروفيسور هامفري في من جامعة ليفربول سابقا من القواعد الذهبية لنظافة البراد هي أن يجب دائما تخزين اللحوم النيئة في أسفل البراد كما يجب الاحتفاظ بالطعام الذي يتم تناوله نيئا بعيدا عن اللحوم المصنعة أو المطبوخة في المنزل أو النيئة وأن الأسماك بشكل عام نظيفة من البكتيريا لكنها تفسد بسرعة لا يقتصر الأمر علي لأن أن الرف السفلي هو الأقرب إلى المجمد فحسب بل أن الهواء البارد يغوص بشكل طبيعي وتجمع عند أدنى مستوى في البراد مما يجعلها أبرد بقعة في الثلاجة وبالتالي يكون المكان المثالي للاحتفاظ بشرائح اللحم والدجاج واللحوم الأخرى بشرط فصلها وتغليفها أما بالنسبة للكاتشب والمايونيز يقول العلماء أن كلاهما آمن في درجة حرارة الغرفة حتى يتم فتح العبوة كما يتيح حفظ المايونيز في البراد ميزه التلوث بالسلمونيلا وهي بكتيريا توجد غالبا في البيض ومنتجات الدواجن، اما الكاتشب فهو حمضي للغايه في حين يحتوي المايونيز على الكثير من الدهون وهو عباره عن مستحلب من الماء والدهون، اذا تم حفظ المايونيز في درجه حراره الغرفه فان الزيوت ستفسد في حين ان الكاتشب يمكن ان يفسد لكن ربما يصبح له لونا غامقا في درجه حراره الغرفه بسبب وجود السكريات وبعض البروتين. اما بالنسبه الى التفاح قد يكون وضع التفاح خارج الثلاجه هو الخيار المفضل للعديد من محبي الفاكهه ولكن يقول العلماء ان الاحتفاظ بالتفاح في البراد يمكن ان يجعل مذاقها افضل ويطلق التفاح غازا يسمى الإيثيلين، وهو هرمون يدل على نضج الثمره ويبطئ تخزين التفاح في البراد عمليه النضج مما يجعل الفاكهه الذ طعما لفتره اطول اما بالنسبه للدقيق فتنصح ساره بورتر عضوه في قسم سلامه الاغذيه واداره الجوده في معهد تقني الاغذيه البريطاني بالاحتفاظ بالدقيق المطحون في حاويه محكمه الاغلاق لحمايته من الافات واضافت بوتر ان المكان البارد والمظلم هو الافضل لكل من الدقيق الابيض ودقيق الحبوب الكامله ولكن بشكل خاص لانه يطيل العمر الافتراضي لدقيق الحبوب الكامله. اما بالنسبه للبيض يمكن ان يتم تخزين البيض في باب البراد وكأنه امر لا يحتاج الى تفكير مع وجود فتحات ذات حجم مثالي تبدو واضحه جدا لكن تلفت فلانكليك خبيره في سلامه الغذاء الانتباه الى ان يجب تخزين البيض في الخلف وليس في اي مكان بالقرب من باب البراد على الاطلاق لان الرفوف الاماميه تكون اكثر عرضه لتغييرات في درجات الحراره بشكل مستمر بسبب فتح واغلاق باب البراد كما يمكن ان تسبب درجه الحراره المتغيره في تعفن البيض بسرعه اكبر أما بالنسبة للخبز يقول مستشار سلامة الأغذية بروس فيري يعتبر الخبز من الأطعمة غير الخطرة ويمكن تخزينه في درجة حرارة الغرفة اما بالنسبه للبطاطا اعزائنا المشاهدين تاتي البطاطس على راس قائمه الاغذيه التي يجب الاحتفاظ بها بعيدا عن البراد وفقا لوكاله معايير الغذاء البريطانيه لان عندما يتم تخزينها في البراد يتحول النشا في البطاطس الى سكريات وعند خبزها وقليها تتحد السكريات مع الاحماض الامينيه وتنتج ماده كيميائيه يعتقد انها ضاره وتساعد درجه الحراره الاكثر بروده على نمو الكائنات الحيه الضاره لذا فانه من الامن بشكل عام تخزين البطاطس في درجة حرارة الغرفة لكن مع الاحتراس من البطاطا النية كانت هذه معلوماتنا مشاهدينا فاصل ورادين لكم الألبان تقلل الإصابة بالسرطان كشفت دراسة طبية حديثة أن منتجات الألبان تقلل الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 19% وبحسب صحيفة تيليغراف البريطانية وتوصل الباحثون إلى أنه بجانب الفاكهة والألياف والخضروات تلعب منتجات الألبان دورا كبيرا أيضا وقال البروفيسور مارك باردو من مركز التحقيقات السريرية لمعهد أنسرم في ديجون فرنسا والذي شارك في الدراسة وجدنا أن تناول منتجات الألبان كان مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 13 إلى 19% وكما اكتشفنا أن تناول المزيد من الخضار والفواكه والألياف أثبت أنها أكثر فاعلية حيث قلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 50% ويشير الباحثون إلى أن اللحوم الحمراء والأغذية المصنعة لها تأثير معاكس حيث تزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 20% كانت هذه اخبارنا مشاهدينا فاصل ورادين عناصر غذائية مهمة في قائمة مشتريات اخصائية التغذية. تعرف عليها بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع شبكة سي ان بي سي الاخبارية الامريكية. ان الاشخاص الذين يقومون بالتسوق من البقاله وهم يشعرون بالشبع يميلون الى الاختيارات الصحيه المغذيه ولا يقومون بشراء الوجبات الخفيفه غير الصحيه والسلع المعباه ومن الاطعمه التي تهدف الى تغذيه المخ وزياده التركيز تناسب جميع المراحل العمريه كما يلي التوت، البقوليات والفواكه والخضروات بالوانها المتنوعه ومضادات الاكسده والبروتينات الخاليه من الدهون والمكسرات والبذور والاطعمه الغنيه بالالياف والمخمره والزيوت والالبان والبهارات. كانت هذه اخبارنا مشاهدينا فاصل ورادي دكتور في البداية كلمنا عن متى يتم اللجوء إلى عمليات الترميم أو شد الترهلات بعد نزول الوزن الكبير أو بعد عمليات التكميم مرحبا دكتورة شريفة أشكرك على الاستضافة الجميلة في البرنامج وشكرا للسؤال في الحقيقة السؤال ده بيسألني كتير جدا لأن البحرين تعتبر من دول الخليجية اللي بيكون فيها طبعا نسبة سمنة ولذلك عمليات التكميم بتكون عمليات زي ما نقول بقت فيري او شائعه جدا بيجي المريض بعد ما يكون فقد وزن كتير جدا آآ ممكن يمكن نص وزنه وبنبتدي نعمل له عمليات اللي هي تنسيق القوام او البادي كنترول طبعا ده بيحصل امتى نبتدي ان احنا نسوي العمليات دي بعد ما بيكون ثبت الوزن وكان اصبح محصل الكتله او البادي ماس اندكس عنده في حدود الثلاثينات يعني بنقول مثلا من 30 31 32 وبتدي ان احنا نعمل طبعا عمليات الشد، طبعا العمليات اللي بنعملها عمليات كثيره جدا من اول شد القوام، الذراعين، الفخود، حتى كمان شد الوجه وشد الصدر او الرفع كمان سواء في السيدات او في الرجال، وطبعا في دلوقتي عمليات كثيره جديده جدا متطوره زي المودرن تامي تاك او شد البطن الحديث اللي هي طبعا فيها نسبه نحت افضل بكثير من العمليات السابقه، وطبعا في نفس الوقت بنسوي فيها نحت كامل للجسم، فدي عمليات شائعه جدا وبنساويه للمرضى بعد فقدان الوزن الكبير. دكتور كلمنا عن عمليات الترميم او التجميل بعد نزول الوزن. طبعا احنا الحين الشد الترهلات او عمليات البادي كونتورنج اصبحت جدا متقدمه عن من خمس سنين او من 10 سنين. اصبح النهارده في تقنيات حديثه، في اجهزه حديثه حتى في اصبح في بروتوكولات حديثه كمان اللي هي بتخلي ريكفري او الواحد يعني فتره النقاهه اسرع وافضل بكثير من قبل يعني بتحسن كمان من الكدمات والتورم الفترات اللي احنا بناخدها علشان نرجع لحياتنا الطبيعيه طبعا في عمليه اللي هي الحديثه زي سد البطن الحديث احنا بنسويه اللي هي بترقي الى او ترتقي الى ان احنا بنسوي نحت ات ذا سيم تايم ان احنا بنظهر العضلات مش بس ان احنا بنسوي الشد أصبح النهارده الشد الممكن اللي كنا بنعمله في مرحلتين او ثلاثه ممكن ان احنا نسويه في مرحله واحده فقط علشان نحصل على الجسم الجميل او الرياضي. الكلام ده طبعا شد البطن سواء شد البطن الحديث او ان احنا بنسوي كمان شد الذراعين او الفخود او حتى رفع الصدر او شد الصدر عند الرجال. حتى كمان الفيس ليفت اللي احنا بنسويه بعد ثبات الوزن آه تماما بعد عمليه آه التكميم. طبعا الاجهزه الحديثه النهارده زي الفيزر والجي بلازما او بعض الاجهزه اللي بتشد الجلد او كسر الدهون بطريقه دي بقت اكثر فعاليه وكمان بقى فيها نوع كبير جدا جدا من الامان بعد العمليه وبتوفر كمان وقت كثير جدا للريكفري وبتحسن النتيجه بصوره كبيره جدا جدا ما كناش بنشوفها في السابق بما انك كلمتنا عن البودي كونتورنج فكلمنا عن الاجراءات اللي يتم عملها للرياضيين طبعا بالنسبه النهاردة الرياضيين الرياضيين النهارده اللي بيروحوا الجيم وبيبقوا بيسموهم جيم هوليك او متعودين جدا جدا ان هم يروحوا الجيم ممكن ان هم يوصلوا لدرجه ما يقدروش ان هم تو بروسيد بعديها الى الكمال لان اسمه كمال الاجسام ما يقدروش ان هم يوصلوا الى تفسير العضلي اللي هم نفسهم فيه ولذلك اصبحت النهارده الهاي Definition او الاتش دي او نحت الجسم رباعي الابعاد اللي نسويها تقدر ان هي تنحت العضلات بصوره مش اي حد يقدر يوصلها في الجيم ومش بسهوله والجميل ان احنا مش بنخترع عضلات اخرى احنا بنفسر العضلات اللي اوريدي موجود بنشتغل على الجروبس العضليه اللي عند الانسان نفسه او سواء الكلام ده على فكره للرجاله او للسيدات يعني الموضوع 6 باك سيرجري او ان احنا نعمل عضلات السكس باكس دي بتتعمل بطريقه معينه للرجال لكن السيدات بيكون فيها شكل طبعا فيه انوثه وجاذبيه في نفس الوقت. طبعا بنستخدم فيها اجهزه زي الفيزر وحاجات زي شد الجسم زي ما قلنا زي الجي بلازما او غيره، لكن في النهايه طبعا هي عمليه فائقه جدا متطوره عن اي عمليه اخرى وبتعتمد على فنيات عاليه جدا عند الطبيب وتقنيه كمان عاليه مع اجهزه متطوره. آه دكتور آه شلون عن الاقبال لعمليات التجميل؟ من اكثر النساء ولا الرجال؟ طبعا اللي شائع في جراحه التجميل ان جنرال او في البروسيدجر ان طبعا السيدات بتقبل عليها اكثر. الغريب بقى اللي عايز اقولها لك اللي اقوله لك شريفه ان اصبح في جمود جدا كبير من الرجال النهارده سيكينج ذا سيم لان النهارده كمان وانا برضو معروف بموضوع البادي كونتورنج فالبادي كونتورنج كمان الرجال زي زي ما اتكلمنا قبل كده على تنسيق القوام او الشد او النحت سيكس باك سيرجري او الهاي ديفينيشن اصبح كتير جدا بيطلبوه للشباب او الرجال وحتى كمان مش فقط في البادي كونتورنج لكن كمان في اي حاجه تانية فكان في السابق طبعا موضوع ان الراجل يروح لجراحه التجميل دي فيها شيء من العيب او يعني ما صحش او كده اليوم اشياء كتير جدا بتتعمل للرجال و بتدي طبعا نتيجه جميله جدا وما فيهاش اي شكل يعني مبتذل او شكله مثلا يقلل من رجوله الرجل فاصبح بقى فيه طبعا إقبال كتير جدا من الرجال، أكتر يمكن في بعض الحاجات من السيدات، فأصبح النهارده الرجال والسيدات واحد في موضوع جراحة التجميل. دكتور في النهاية كلمنا عن الآثار الجانبية لعمليات الترميم والتجميل بعد نزول الوزن. آه والله اليوم طبعاً مع تطور التكنولوجي في جراحة التجميل وتقنيات دلوقتي في جراحة التجميل أصبح موضوع الـ يعني سايد افكتس أقل بكثير من الأول. طبعاً معظمه تورم، كدمات، آه وبياخد وقته إن شاء الله وبيروح. وعاده بتكون حاجه ترانز يعني ترانزيشنال فقط وبعد كده مثلا بنتكلم على فتره مثلا 3 ويكس يوجولي اور 4 ويكس او في حدود الشهر اللي بيكون المريض ان شاء الله اولموست نقول مثلا 80 او 90% بيمارس حياته الطبيعيه بلا قيود معينه. طبعا زي ما حكينا قبل كده التطور ده سواء في الاجهزه او في التقنيات هو او البروتوكولات العلاجيه هي دي اللي ساعدت كتير جدا جدا على التطور ده وتقصير او شورتنج لي ريكفري وطبعا تقليل اي سايد افكتس او يعني اعراض جانبيه لجراحه التجميل. شكرا دكتور يعطيك الف عافيه. كان معنا اليوم دكتور ايمن المليقي استشاري واستاذ جراحه التجميل والترميم. مشاهدينا تنتشر امراض المعده بشكل شائع وقد يجهل الكثير كيف من الممكن التعامل مع كل منها وتتعدد امراض المعده التي قد يكون اي احد عرضها لأحداها في اي وقت طبعا بيكون معنا اليوم الدكتور ميثم الصلي استشاري امراض الجهاز الهضمي مساك الله بالخير دكتور مساك الله بالنور وشكرا على الاستضافه ومرحبا فيكم وفي المشاهدين مرحبا فيك دكتور في استوديو اسال طبيب دكتور لو في البدايه نتكلم عن واقع المشكله هي مشاكل المعده شنو واقع المشكله في مجتمعنا هو طبعا في مشاكل شائعه في اللي تجينا بتكرار في العيادات المعده من ضمنها او اكثرها شيوعا الحموضه حموضه المعده وايضا مشاكل جرثومه المعده هذه اللي دائما تتوارد على المعده ومن ضمنها طبعا الاشياء اللي تتعلق بالقولون اللي هي الديسببسيا اللي تشبه الاي بي اس اللي هو القولون العصبي. دكتور طبعا اعراض مشاكل الجهاز الهضمي تقريبا متشابهه، فشلون تحددون يعني المشكله؟ شو الاعراض اللي يشتكي منها المريض؟ وشلون تفرقون بين المشكله اللي يعني هو هو طبعا يعتمد على على في اي جزء من الجهاز الهضمي المشكله، فمثلا يعني امراض او اعراض الارتجاع الريفلكس احيانا تكون كلاسيكال يعني متعارف عليها او شائعه واحيانا تكون تشبه حتى مشاكل القلب وحتى مم. احيانا تكون صعب نفرق بينها الا ببعض التحاليل امراض المعده عاده تكون مصحوبه بالام اكثر منها من 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 حراره او ارتجاع في المعده مم. فهو يعتمد على القصه ناخذ التفاصيل من المريض ونشوف في اي جزئيه احنا نتكلم وبعدين القسمة هل هي شائعه او كلاسيكال او إيتيفيكال يعني. نعم <applause> دكتور <applause> طبعا احنا بندش في كذا مشكله على حده وطبعا تختلف المشكله الى الى مشكله اخرى ولكن اذا <applause> تكلمنا عن مسببات هذه المشاكل بشكل عام ما هي مسببات مشاكلنا؟ رقم واحد اعتقد اللايف انا انا يعني في نظري احنا اللايف ستايل مالنا صار اقرب الى الغربي من ناحيه الاكل، طبيعه الحركه، الحياة اليومية إضافة إلى التدخين والإلكترونيكس وهذه الأشياء كلها وهي تأثر بطبيعة الحال على وش ناكل طبيعة الأشياء الشائعة اللي عندنا في المجتمع سواء في المعدة أو في القولون أو غيرها هذه يمكن رقم واحد رقم اثنين أعتقد في الفترة الأخيرة صار عندنا ازدياد في الحالات اللي هي دخل بالأدوية صارت الادويه متوفره وكثير من من المضادات واحيانا بوصفه وبدون وصفه وهذا ايضا من الاشياء الشائعه اللي ممكن تاثر على الجهاز الهضمي بشكل مم. عام مم. والدكتور منهم الاشخاص الاكثر عرضه او الفئات العمريه اللي تتردد عليكم دائما في العياده انا شخصيا اشوف الكبار طبعا مم. في اطباء استشاري جهاز هضمي للاطفال مم. يشوفون في البحرين القانون حاليا الى حد 13 سنه يعتبر يروح لقسم الاطفال وفوق ال 13 او ال 15 ورايح يعتبر من الكبار في الى الى الصوب نعم دكتور طبعا انت تفضلت وخبرتنا عن بعض الامراض او المشاكل الاكثر شيوعا لما نتكلم عن مشاكل الجهاز الهضمي والمعده بشكل اخص اذا تكلمنا دكتور عن ارتجاع المعده <applause> المريئه او الارتجاع المريئ. <applause> شن ارتجاع المريئي شنو هو الارتجاع المريئي وبعدين بندش في تفاصيل عن المسببات <applause> هو يعني بشكل بسيط للمشاهدين ان المعده مسؤوله عن انتاج الحمض المسؤول عن الهضم نعم. وطبعا هذه العمليه تكون لا اراديه لان في اجزاء من المعده متعلقة بالهرمونات والانزيمات تطلع على حسب الاكل اللي ناكله وعلى حسب الظروف احيانا الحاله النفسيه وإيش نشتم وكذا من هالقبيل. في الوضع الغير طبيعي مثل الناس اللي يحسون بالحمض ممكن يا ان الحمض يكون مرتفع اكثر او درجه الحموضه تكون اكثر من اللازم في معظم الوقت او ان الحمض يرجع الى المكان اللي المفروض ما يكون متواجد فيه اللي هي المريء. لذلك في صمام يحمي أو يفصل المريء من المعدة المعدة عندها بطانة خاصة وإفرازات خاصة تحميها من الحمض وأثناء تأدية وظيفتها لكن هذه الوظيفة ما موجودة في المريء فإذا الحمض وصل فوق ممكن يرتفع فمكان اللي يوصل ممكن يترك أثر أثر كيميائي تقريبا <applause> ومع مرور الوقت ممكن تحول إلى أعراض مزمنة دكتور شنو اسباب او اهم اسباب توسع هذا الصمام علشان يكون في مشكله ارتجاع؟ نعم طبعا هو واحده من اسباب الريفلكس او الارتجاع هو توسع الصمام، توسع الصمام في حد ذاته احيانا يكون مشكله فسيولوجيكيه مع الوقت مثلها مثل اي عضله ثانيه، لكن احيانا يكون فتاق اللي هي ضعف عضله او فتاق حقيقي في الصمام وبالتالي هذا لازم ارجاع بطريقه جراحيه يعتمد على الحجم وبعض التفاصيل احيانا بعض الاكلات مثل التدخين او الكافيين ممكن يسوون العضله مرتخيه اكثر خصوصا اللي يدخنون بشكل شره او اللي يشربون شاي وقهوه في الليل اكثر من اللازم فهذه ضعف العضلات وايضا بعض الادويه بعض الادويه مع القلب او ادويه ثانيه ممكن تكون سبب في العضلات طبعا لا ننسى مرة ثانية التغذية وش ناكل وش نشرب دائما اللي شغل مباشر في الـ في الـ يعني في حياتنا اليومية اللي ممكن تكون هي اسباب <applause> الارتجاع. آه دكتور طبعا احنا بنتحدث عن مضاعفات وطريقة علاج هذه المشكلة بس يعني سؤال من الكنترول ومن معدة مريم بالاخص. <applause> آه تكلمها عن أنت لما ذكرت الشاي والقهوة قالت ايش <applause> <applause> يعني شو <شل الكوب> من <applause> الشاي والقهوة شاي <applause> <دلست تصفيق> <دلست تصفيق> <دلست تصفيق> <دلست تصفيق> <تسجيل> اوكي طبعا هو هذا اه فيريبل او 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 شيء المقياس مو ثابت عند الكل مثل مثل اي اكل مثل مثل اي دواء كل جسم له طريقه في ال في في, في التعامل مع اي شيء ناكله او نشربه ناس ياكل ويدخن ما يصير شيء على الاقل مبدئيا إلى ما يكبر وناس لا عندهم تحسس من البدايه القاعده العامه هي الاعتدال طبعا اي شيء بكثره واكثر من اللازم ينتظر أن يصير في بعض يسعيني. المشاكل سواء من المكونات مال الشاي والحليب او من الكافيين نفسه في هذا فهو يعني ما بننصح نوقف <applause> بس باعتدال في كل الحالات <applause> آه دكتور بالنسبه لعلاج هذه المشكله مشكله ارتجاع المريء ممكن تكون آه يعني مثلا في علاجات ولا بس جراحيا آه طبعا هو العلاجات بشكل عام تنقسم الى قسمين علاجات كيميائيه دوائيه يعني وعلاجات اقرب الى الميكانيكيه الدوائيه مثل الادويه المثبطه للاحماض مثل الادويه التي تسرع عمليه الهضم وتفريغ المعده الميكانيكيه اللي عاده نلجا اليها اذا اذا ما في فايده في الادويه الكيميائيه طبعا هذا اضافه قبل لا ادخل في الميكانيكيه اضافه الى الريسك فاكتورز المسببات sí. في الحياه اليوميه ماله الريفلكس يحتاج واحد يوقفها ما يقدر <تكتغنية> ياخذ ادويه طول عمره بس هو ما يبغى يوقف تدخين ما يبغى يغير الاكل وكذا ولا خاصه الفاست فود هذا يعني يمكن نسيت اذكرها هي واحده من الاشياء الرئيسيه الميكانيكا للاشياء الميكانيكيه, الميكانيكية العملية التقليدية هي تضييق الفندبليكيشن يسمونها نايسن فندبليكيشن طبعا في اشياء استجدت الحين واشياء في طور الريسيرش واشياء تم تجربتها الحين من ضمنها الحلقة المغناطيسية من ضمنها التضييق خلينا نقول الـ الـ عن طريق ان ان نحقن المكان بحيث ان نسوي عملية تنفيخ خلينا نقول اذا 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 اعتبرنا هذه الجملة صحيحة بحيث إن تضيق عن طريق ان نسوي احتقان في المنطقه. وطبعا في في طرق ثانيه حاليا يتم العمل فيها. طبعا هو طبعا يمكن تسالون اي واحده افضل وليش نبدا حسب طبعا, طبعا حسب الحاله طبعا حسب الحاله، اثنين البحوث مو دائما تفضل آآ آآ عمليه على الثانيه. <applause> يعتمد على دراسة الحالة وأحيانا قبل الدراسة يحتاج تأكد أنه هو ريفلكس كلاسيكي عن طريق قياس درجة الحمض في المريء في طريقة نقيس بها بالبروب يعني بالمقياس عن طريق المنظار أو عن طريق الغزل من الخشم قبل إجراء العمليات هذه يعني في هذا إذا بنروح إلى البروتوكول الكامل في عمليات مشهورة الناس تسال عنها اسمها ستراتا Gard, جاردكس لكن هذه معظمها خلينا نقول تعادل العمليه الاصليه اللي هي الفندبليكيشن. نعم دكتور يعني. <applause> طبعا بغض النظر ان يعني عدم علاج هذه المشكله قد يؤدي الى ان تكون الاعراض مزمنه طبعا ما هي مخاطر اهمال علاج الارتجاع؟ صحيح <applause> وهذه واحده من الاسباب انه ليش نقول للمرضى تابع ولا تترك الموضوع لان هي الخوف الرئيسي الكبير من تحول الخلايا اللي يصيدها الحمض بشكل متكرر الى خلايا ثانيه وهذا يسمونه احيانا بيرتس والبيرتس مقدمه الى الى سرطانات او <applause> الى اورام فهذا الخوف الاساسي طبعا ممكن يسبب تضيقات في في المريء بسبب تكرار الحمض وممكن يسبب صعوبه في البلع مع مرور الوقت آه اضافه الى انه ممكن يسوي التهاب شديد يجي المريض حتى انه يزوع دم بسبب م. الالتهاب آه لكن تبقى ان المتابعه هي اللي تحدد آه انه شلون نمتنع عن الدخول في هاي, الـ م -م. الـ م -م. هاي. آه دكتور بالنسبه لمشكله قرحه المعده م -م. آه شو الاعراض اللي ممكن يشتكي منها المريض اللي يعاني من هذه المشكله؟ القرحه طبعا شيء شائع ولو ان الحين صار اقل شيوعا خاصه احنا في البحرين. م -م. م -م. أه قبل تسمعين عنها وايد ومبطط قرحة المعدة والحين وال صار الأقل لأن الأويرنس أو التوعية صارت أكثر العيادات متواجدة بشكل موجود في كل مكان مم. الأخصائيين موجودين فصارت القرحة ومشاكلها الكبيرة صارت أقل لأن معظمهم يصير التشخيص قبل طبعاً لا قرحه المعده او بدايه قرحه المعده اللي هو الالتهابات الشديده <applause> تسبب الام هذا الشيء الرئيسي الام في منطقه نصف البطن <applause> اضافه الى اللوعه والاعراض الحراره اللي تكون في هذا هذه الاعراض الرئيسيه طبعا طبعا اذا دخلنا في في الاعراض مع التعقيدات ممكن الالم يصير الى الظهر وممكن اذا صار ثقب في المعده هذه تكون مشكله كبيره <applause> طبعا دكتور يمكن يعني خطوه الى الوراء وبابسط حق المشاهدين شنو هي القرحه؟ يعني شنو مفهوم القرحة؟, القرحه؟ بشكل بسيط ان في جزء من بطانه المعده مم. صارت مكشوفه وبالتالي الغشاء اللي يحمي المعده طبقه البروستاجلاندين او الغشاء الحامي لبطانه المعده يكون مفتوح وبالتالي الحمض يتعرض الى الطبقات السفلى من ال من من طبقات المعده. آه هذه طبعا آه ممكن تؤدي الى نزيف لان لان ممكن توصل الى الطبقه اللي فيها الاوعيه الدمويه اضافه الى الالام الشديده طبعا واذا صارت القرحه كبيره ممكن تبطل المعده تصير ثقب يعني بعض القرحات للاسف اذا ظلت هذا اللي لحظه زين يصير عنده اعراض يعني لحظهم مو زين الاعراض خفيفه وما يروح و أو ما فيها أعراض ممكن حتى القرحة الحميدة تتحول لخبيثة في المستقبل مم. يعني. فلازم متابعة طبعاً دكتور. يعني أكيد. <تصفح> إيه. دكتور بالنسبة لقرحات المعدة مم. شنو أسباب حدوثها؟ السبب الأكثر شيوعاً له اللي هو اللي هو بكتيريا المعدة وهذه اللي موجودة يعني ما بنكون مبالغين لو قلنا في نص العالم يعني. مم. هذه آه وهذه ممكن نتكلم عنها بتفاصيلها. <applause> الاسباب الثانيه لقرحه المعده اجين اللي هو آه سوء الاكل، الاكل الفاست انواع السوسات، الاكل الغير متوازن، الاكل الاكلات المصنعه هذه كلها تغير في درجه الحموض تغير في درجه حموضه المعده لفتره طويله، وممكن <applause> تاثر الى التهاب او تؤدي الى التهاب وبالتالي تؤدي الى قرحه في المعده. هذا لين الشيئين الاكثر شيوعا اضافه الى بعض الادويه مثل الادويه اللي ياخذونها جماعه امراض القلب الاسبرين ادويه السيوله لن تنعطى في بعض الامراض ممكن تكون ان هي واحده من الاسباب ايضا دكتور شنو علاج قرحه طبعا هو العلاج اللي حاليا في البروتوكولات وفي الوقت الحاد هو هو اللي يسمونهم بي بروتون طبعا هذه ادويه بتتحكم في درجه الحمض اللي يطلع من جدار المعده من البدايه وهي اللي صار فيها قفزه علميه كبيره في في موضوع قرحات المعده بعد اكتشافها طبعا قبل كان الاتش الاتش 2 blockers اللي هو مثل الزنتاك او 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 الشبيه اليه لكن البي بي اي والناس تعرف عنها الأومبرازول والنكسيوم والبيريوت <applause> وهذه مجموعه من من هذه الصنف هي الحين رقم واحد تقريبا في العلاج. طبعا يحتاج معالجه المسببات فاذا كان طلع بكتيريا يحتاج لها مجموعه مضادات على شكل بروتوكولات ثابته. آه الريسك فاكتورز مثل الاكل والشرب والادويه يحتاج اعاده تقييمها مره ثانيه آه وبالتالي هذه آه شلون نعالج شلون نحمي من تردد القرحه مره ثانيه. مم. دكتور خلينا نتكلم الحين عن سرطانات المعده مم. الحميده والخبيثه. تكلمنا عن انواعها وشو الاعراض اللي ممكن يشتكي منها المريض. طبعا هو خلينا نبدا بال بالخبيثه اول <opened text laugh> شيء يعني طبعا هي للاسف للاسف سرطان المعده من الانواع عاده تكون من النوع الأجرسيف العنيف. التشخيص ما يكون دائما سهل. بسبب انه مو دائما تكون هناك اعراض. احيانا تبدا القرحه على شكل تغيير في الخلايا بدون او, أو يعني الورم بالتحديد بدون وجود قرحه على شكل تغيير في الخلايا. احيانا التغيير يكون بسيط في بداياته اذا كان تم التشخيص مبكر ممكن هذا يسلم المريض منها. بس للاسف ان في قسم كبير من المرضى ما يكون عندهم اي اعراض. او اعراض خفيفه يعني يطنشها ما ما يروح للدكتور او شيء من هالقبيل احيانا تكون القرحه وفيها بعض الاختلافات في الانسجه في عنق المعده او في الصمام او قريب من الاثنى عشر فيها تقسيمات بالنسبه للنسيج احيانا مثل ما قلت هنا انه في بعض الاورام الحميده الاورام الحميده احيانا تطلع من الجدار مال عضلة المعدة آه في إليها تشخي يعني تسميات علمية جيست لايومايوما وكذا هذه طبعا تطلع على شكل ورم لكن في النهاية يبقى حميد في بدايته ولو أنه في إليهم نسبة تحول أن تحول فيما بعد إذا تركوا بدون علاج أو كبر وبدأ يضغط على بعض الأجزاء في البطن يعني آه هذا بشكل عام ال 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 المشهور وطبعا في أشياء غير مشهورة أو, أو نادرة ممكن آه تكون أورام دكتور اذا رجعنا حق موضوع جرثومه المعده خبرنا زياده عن شنو هي جرثومه المعده وشنو علاجاتها؟ نعم جرثومه المعده طبعا شائعه جدا رقم واحد هي عباره عن بكتيريا لان ساعات الناس يقولون واحد قال لنا جرثومه ودكتور ثاني قال لنا بكتيريا هي نفسها هي الجرثومه واحد من انواع البكتيريا هي او البكتيريا واحد من انواع الجراثيم هي عباره عن بكتيريا أه تكون تعيش في الوسط الحمضي اللي هو في المعده في الجدار مباشره بعد البطانه احيانا تكون بدون اعراض الى فتره طويله واحيانا تكون اعراضها فيك يعني عائمه مو واضحه غازات على بس الم على قولتهم حومه وكذا من هذا القبيل يعني بس هي في في الدراسات ان اللي عندهم قرحات 70% منهم يكون اصلا عندهم بكتيريا ما تعالجت من قبل فهي واحده من الاسباب الرئيسيه لقرحه المعده. طبعا الشائع في الاعراض ما له هو الالم الشديد واللوعه او الزوع. لذلك قسم كبير من المرضى اللي عندهم هذه الاعراض يسوون لهم من البدايه التحاليل مال مال اتش بايلوري او اللي هو بكتيريا المعده <applause> دكتور شنو هي التحاليل او شلون يتم تشخيصها <applause> نعم طبعا في اكثر من من نوع في في الانواع اللي موجوده بشكل عن طريق الدم نفحص الانتي اللي هي الاجسام المضاده او احيانا بالخروج نفحص الأنتيجن اللي هي جزء من من البكتيريا نفسها وفي فحص دقيق الدي ان اي بالخروج ولكن غالي وما نحتاجه الفحص المنتشر وسريع وخفيف اللي هو الفحص مال النفخ يسمونه يوريا بريث تيست وطبعا في الفحص بالنسيج نفسه فحص دقيق لما نسوي منظار ناخذ عينه من بطانه الخزعه يعني ويشوفونه تحت الميكروسكوب يشوفون النسيج يشوفون البكتيريا مباشره <تصفيق> <تصفيق> فهي مجموعه فحوصات مختلفه احنا عادة نبدي حسب الأعراض إذا أعراض خفيفة نبدي بالفحص بال بال المتواجد والأكثر شيوعا طبعا في المراكز الصحية الدم أو الفحص مال النفع ودكتور شلون تصير العدوى يعني بلل.. يعني السؤال مم. اوكي <تصفيق> <تصفيق> طبعا سؤال واجد <applause> الكل يسال عنه ايه؟ العدوى اولا صعب تعرف مصدرها صعب طبعاً. جدا لان هي مو عدوى مثل الفيروسات تصير <applause> قبل اسبوع واحد يتذكر منه هو اللي قاعد عطس عليم لامس منه كذا عاده تكون يمكن عدوى من سنوات <تصفيق> <تصفيق> جزء من العدوى بشكل ما تقدر تتحكم فيه مثل ان تسلم على ناس في اعراس في عزف في, في اختلاطات في حج في عمره في كذا هذا, اللين هذا اللين كلهم مجموعه موجودين وياك وعندهم كونتاكت احيانا يعني لمس مباشر احيانا تكون العدوى من النظافه الشخصيه سواء في البيت في التجمعات لذلك في بعض الدول بسبب التجمعات السكانيه يكون فيها عد نسبه الاصابه اكثر من غيرها فهي ممكن تتنقل بين الافراد احيانا في البيت الواحد واحد مصاب يعني في غيره مثلا عايشين في نفس البيئه وفي نفس المكان وممكن يتنقلون الحياه الاجتماعيه عندنا احيانا لان احنا مثلا نصافح بالايد نبوس واجد في المناسبات فهذه كونتاكت مباشر لذلك يمكن بعض الامراض اللي بالكونتاكت مثل الفيروسات خلت في فتره الكورونا لما صار ما حد يسلم على احد وتطعي وتغسيل وكذا قلت لان الكونتاكت يكون اقل فهو تنتقل بين الاشخاص طبعا لا ننسى الاكل غير النظيف في السفر او في البحرين الاكلات اللي لامسنها شخص مصاب بالبكتيريا ممكن تدخل عن طريق الفم الى الشخص الصاحي وتتكاثر في المعده نعم دكتور شلون يتم علاجها؟ شلون يتم علاج جرثومة المعدة؟ الجرثومة بشكل عام لا زال طبعا من اكتشف علاقة هذه الجرثومة بقرحة المعدة في الثمانينات دكتور مارشال اللي هو لا زال على قيد الحياة بس لهذا الربط أخذ جائزة نوبل لأنه هو قبل كانت القرحة المعدة مميتة ما لها حل يعني ما مش لما صار ال أو أو إليها حل بس الحل صعب وعمليات كبيرة وقص معدة وكذا لما صار الربط بينها وبين البكتيريا لأن هي ربط يعني جدا كبير آه تم تجربة بروتوكولات كثيرة من المضادات حاليا في مجموعة مضادات يسمونها العلاج الثلاثي أو الرباعي اللي هي الأكثر كفاءة بنسبة 80 إلى 90 في وفيها مجموعة مضادات إذا تحبون نذكرها من نذكرها ولو أن هي يمكن صعبة على المشاهدين نعم دكتور يعني احنا احنا يمكن اعطينا المشاهد مجموعه معلومات منها عرب و مثل المفروض ان المشاهد يتوجه للطبيب سؤال جيد م. طبعا هو في نوعا ما ديبيت في في البحث العلمي على خلينا نقول على على مثلا الـ H كان في سؤال اذا المريض اكتشف انه عنده اتش بايلوري بكتيريا هو ما عنده اعراض يعالجها والله ما يعالجها يعرض روحه لكل هالمضادات والمضادات لها سايد المسائل م. طبعا كان قديما كان في هذه اللي يؤيد ان عالج فقط الناس اللي عندهم اعراض لما عندهم خلهم لا تعرضهم الى لان ايضا اكتشفوا ان فيها فائده حتى البكتيريا في نظريه ان هي جزء من الفلورا من البطانه <applause> آه مع الوقت صار في البحوث ربط بالبكتيريا بسرطان المعده بنسبه 1 الى 3% تقريبا في بعض البروتوكول بعض الدول ومنها صارت البروتوكولات تشجع انه اي واحد عنده بكتيريا في المعده حاليا يحتاج تعالجه. أه النصيحه ان الافضل او النصيحه الطبيه بشكل عام للخبراء الافضل واحد ما يكشف على الجرثومه بدون سبب والا بيتعرض لمضادات بدون سبب. مو الكل البكتيريا بتاذيه او بتحوله الى مشاكل خطيره واذا بدت الاعراض يبدي لذلك احنا المرضى يسالون واحد طلع افحص اولادي في البيت يقول لا فاذا ما عنده اعراض لا ما عندنا بروتوكول يؤيد الفحص لانه بيصير استخدام غير محبذ للمضادات اكثر من اللازم يعني. دكتور بالنسبة للقولون العصبي شنو معنوته وشنو مدى شيوع هذه المشكلة في البحرين؟ القولون العصبي طبعا مشكلة آه... <applause> <أزاللي> نص البحرين <applause> نص العالم عندهم القولون العصبي هي سندروم هي مجموعه او حاله هي مجموعه اعراض تصير القولون الاعراض اكثرها وظيفيه يعني مو بسبب شيء ينشاف او ينحس داخل القولون لكن هي مجموعه اعراض يسمونها سندروم واليها كرايتيريا معينه وتظل فترات طويله فوق السته اشهر عاده من ضمنها وعاده تكون بسبب ال وظيفة القولون مو مرتبه مم. بشكل يعني مم. مختصر أم اسهال امساك نفخه في البطن احيانا الم احيانا بدون الم مم. وفيها تقسيمات فرعيه بشكل عام في الـ في الاي بي اس او القولون العصبي لكن الميزه الرئيسيه فيها ان هي مزمنه يعني تتكرر بشكل واجل في في اكثر من شهور وفي تقلبات في في البطن هذا الطريق الشائع في الاي بي اس. ماذا عن التهابات القولون الاخرى؟ آه طبعا في يحتاج تفرقه بين الاي بي اس والاي بي دي التهابات القولون والـ او القولون التقرحي والكرونز <سؤال> وبين القولون العصبي لان هذا خطا دائما او او احيانا اصلا هم يتداخلون حتى طبيا احيانا يتداخلون. التشخيص مختلف العلاج مختلف الكومبليكيشنز اللي هو التعقيدات مختلفه بين الاثنين فدائما احنا نحاول من البدايه واحد يفرق ان هذا اي واحد منهم خلينا نقول بعض الفروقات ان القولون العصبي القولون من داخل سليم البطانه سليمه ما فيها مشكله التهابات القولون في القولون ملتهب من داخل الأقشية الداخليه ملتهبه واحيانا في تقرحات واحيانا في نزيف الاعراض احيانا تتشابه واحيانا في اختلافات بس بشكل عام القرن العصبي ما المفروض يكون في دم بس حتى لو كان في اسهال في دم معناتها يحتاج نعيد النظر في الموضوع القرون العصبي ما المفروض يكون في نقص وزن، ما المفروض في الدم ينقص الهيموغلوبين آه ما المفروض يكون يسبب الى درجه انه يسبب سوء هضم وفي الاخير بسبب ان الاغشيه غير سليمه ففي القصه نحاول بقدر الامكان نعرف اي واحد منهم <applause> اذا مقتربين مع بعض ما معروف ال ال التفرقه في بعض الفحوصات المنظار وايضا بالخروج في كالكال بروتكتين مثلا <applause> آم هذا واحد من البروتينات اللي تطلع في الالتهابات القولون وما تطلع في القولون العصبي فممكن الرجوع اليها طبعا الجولد ستاندر الرئيسي التشخيص النهائي يكون بالمنظار عاده انه ممكن نفرق بين فدكتور خلينا نتكلم الحين عن المناظير وكلمنا عن دور الذكاء الاصطناعي في آه تكنولوجيا المناظير اوكي طبعا الذكاء الاصطناعي هذا داخل في كل شيء في كل امور اعتقد الحين بيدخل في الامور الحياة العامة والطبية والهندسة وطبعا هذا شيء الحين معروف صراحة حتى في التليفون تكتب في, في شيء بس يعطيك كل, يعت... 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 كل شيء كل شيء أيضا دخلوا في الاستفادة منه في في المناظير الحين بخطوات واجد متسارعة إلى درجة أنه بسبب قفزة في في المناظير خصوصا في التشخيص التشخيص يعني خلنا نعطي مثال الحين نسوي منظار وشفنا لحمية وإحنا نعرف اللحميات بعضها بيتحول لخبيث بعضها ما بيتحول وفي عندها كرايتيريا معينة يعرفونها الخبراء وحط وحطون عليها سكور اليابانيين حاطين عليها سكور الأوروبيين والأمريكان كل واحد حاط سكور وظيفة السكور إنه يشوف هذه اللحمية عندها قابلية التحول والله لا إلى إلى إلى, الى <applause> كانسر أو فيها كانسر والله لا أو ان هي هل ممكن ازالتها بالمنظار او لازم عمليه او ازالتها بالمنظار بطريقه معينه. الذكاء الاصطناعي تقريبا يختصر هاي الموضوع لانه هو كانه قاعد كانه انت تسوي المنظار وياك سبع خبراء في 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 المكان ويقدرون تشوفون اياك بس هو طبعا سوفت وير برامج كمبيوتر حاطين فيه اراء وريسيرش بشكل مكثف بحيث انه ممكن يلتقط اللحميه اللي انت في العين المجرية يمكن ما تشوفها او سطحيه او مشيت عليها بسرعه هذا رقم واحد والشيء الثاني يعرف ويش النسيج بالضبط لان لان حاطين فيه معلومات السوفت وير انواع الانسجه بشكل الاف من الـ من الـ من الاوراق العلميه والصور الملايين من الصور اللي حول العالم تقدر تحطهم بحيث يكون سهل عليه يقول لك والله هذه اللحميه <applause> مو خط خلها ما عندك مشكله فيها هذه لا هذه الكرايتيريا مالها تحتاج تشيلها هذه فيها كانسر فلا تلمسها خل خبير معين في ازالتها يشيلها فبيختصر على حتى في, نظ... في في المستقبل في الجيل الجديد من دكاتره الجهاز <applause> الهضمي في التعلم آه وبيختصر على التشخيص وبيكون التشخيص بشكل اكثر دقه واعتقد اعتقد انا في نظري بيدخل حتى في البروتوكولات في المستقبل انه هو والله انا شفت هذه شخصتها عن طريق الذكاء الاصطناعي فيعتبر انه تشخيص دقيق تقريبا، وطبعا في البحر واسع هو في المعلومات ولا زالت التطبيقات بشكل يومي في عشرات البحوث الحين من ناحيه المناظير المناظير الجديده بتكون اوتوماتيكلي جايه بالسوفت وير مال الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب ان شاء الله. دكتور بس اذا تكلمنا عن يعني واقع استخدام المناظير اليوم يعني طبعا الذكاء الاصطناعي بيسوي قفزه في في استخدام نعم. المناظر ولكن نعم. المناظير تستخدم لاغراض تشخيصيه واغراض علاجيه. صحيح. فممكن صح. تكلمنا زياده دكتور عن استخدام المناظير في هذه ال التشخيصيه طبعا عشان نشخص امراض معينه. المناظير حاليا موجوده في تقريبا بشكل كثير في البحرين عندنا خبراء كفايه وفي تقنيه المناظير ووضوحها والريزوليوشن مالها صار متقدم بشكل كبير بحيث انه يتم تشخيص طبعا في منظارين رئيسيين اللي هو منظار المعده ومنظار القولون في مناظير فرعيه منظار الامعاء الدقيقه واضافه الى الكبسوله الذكيه اللي نسميها هذه التشخيص يعني يصور المكان كانك تشوفه وتحدد حسب الخبره اذا ويش ال هل هل النسيج صاحي هل في اي كتل هل في التهابات وبناء عليها تاخذ عينات حق تشخيص ال المناظير العلاجيه لا المناظير العلاجيه ان تعالج المشكله. طبعا في مناظير علاجيه بالجهاز يعني بتخصص الجهاز الهضمي وفي مناظير علاجيه جراحيه بالجراحه ايضا يسمونها مناظير علاجيه. مثل ازاله الاورام حاليا تصير عن طريق المناظير قسم الاورام في القولون. اللحميات بشكل واسع نشيلها مباشره اول ما نشخصها نشيلها اصل ايضا في المنظار. احيانا التضيقات يتم توسيعها بالبالون آه، القنوات المراريه اذا فيها اي مشكله ممكن علاجها بمناظير خاصه لتوسعه القناه وتنظيفها فهذه آه مجموعه كبيره وفيها آه تقنيات واسعه الحين تجربه واسعه في في العلم في في الاخر 50 سنه آه ان كثير من الاشياء لما كانت تصير بالمنظار من قبل كعلاجات تصير الحين في هذه المناظير العلاجيه تقريبا يعطيك الف دكتور دكتور هل في نصائح تحب تقدمها للمشاهدين قبل ما نختم هو في نقطه واحده يمكن قلت يعني كان يسالوني عنها بعض المرضى في قضيه الاتش بايلوري اللي هي البكتيريا النافعه حاليا في ريسيرش قاعد ينشغل على اساس اي بكتيريا إلا فيها نسبه خطوره واي بكتيريا اللي ما فيها على اساس انه بعدين في المستقبل وهذا اعتقد نظريا على الاقل ان مو الكل اللي عنده اتش بايلوري بيتعالج اللي عنده هذا النوع قاعد يشتغلون على جزئيه في البروتين اسمه سي اي آه، جي هذا اللي ال ال اذا بوزيتيف اللي عندهم البكتيريا ال العنيفه اللي ممكن تحول الى ورم أو, أو, او اعراض شديده او تقرحات اذا اذا صار نضج كفايه في هذا البحث اعتقد في المستقبل بيطلع عندنا جدول جديد بروتوكول جديد ان هذا تعالج هذا ما تعالج النصائح بشكل عام آه التغذيه انا اعتقد عندنا مشكله كبيره مشكله واقعيه يعني في المجتمع ان طريقه التغذيه عندنا والاكل ونوع الاكل والمواد الحافظه والبروسيس <applause> كنت تتكلمون بتسريح. قبل شوي عن الـ عن, عن الـ في البرنامج عن الـ 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 السكريات المصنعه <applause> وعلاقتها بالاورام وكذا، هذه للاسف احنا الكيرف معنا قاعد يصعد في العالم مع وجود كل هاي التقنيات وهالعلاجات لا زال عندنا مو منتصرين على موضوع كثره الالتهابات وقاعد الكيرف يزيد في البحرين وغير البحرين يعني التهابات الجهاز الهضمي وايضا الاورام. فاعتقد يحتاج توعيه بشكل عام في المجتمع في موضوع التغذيه وال والاشياء التي تنأكل بشكل عام يوميا في الحياه العامه. شكرا لك, شكرا, لك شكرا لك دكتور عنو عنو على وقتك الله يعافيكم ان شاء الله اعزائنا المشاهدين في الختام نحب نقول ان الوقايه خير من العلاج ونتمنى لكم دوام الصحه والعافيه طبعا كان معنا اليوم دكتور ميثم الصددي استشاري امراض الجهاز الهضمي نشكر الدكتور على الحضور وعن المعلومات القيمه ولنا لقاء جدد معكم الاسبوع القادم في نفس الموعد باذن الله مع السلامه مع السلامه